اجتمعت اللجنة العامة بالدائرة الأولى بمحافظة كفر الشيخ الكائن مقرها بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية، وتلقت اللجنة العامة أوراق ومحاضر إجراءات وفرز أصوات الناخبين وملحقاتها في الانتخابات البرلمانية التي أجريت يومي 7 و8 نوفمبر 2020 من السادة رؤساء اللجان الفرعية عقب وصولهم لمقر اللجنة العامة وفي حضورهم بعد مراجعتها. وقامت اللجنة بحصر وتجميع أصوات الناخبين حيث كانت الساعة 7:30 صباحا يوم الاثنين الموافق 9/11/2020، وانتهت اللجنة العامة إلى ما هو آتي. بالنسبة لنظام القوائم، إجمالي عدد الناخبين المقيدين أمام جميع اللجان الفرعية 605,745. إجمالي عدد الناخبين الذين أدوا بأصواتهم أمام تلك اللجان 208,110. إجمالي عدد الأصوات الباطلة في جميع اللجان 28,002. إجمالي عدد الأصوات الصحيحة في جميع اللجان 180,108. حصلت القائمة الوطنية من أجل مصر على 115,060، تحالف المستقلين 65,048. ده بالنسبة للأوائل. بالنسبة للفردي، إجمالي عدد الناخبين المقيدين أمام جميع اللجان 605,745. إجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم أمام تلك اللجان 208,110. إجمالي عدد الأصوات الباطلة في جميع اللجان 11,777. إجمالي عدد الأصوات الصحيحة في جميع اللجان 196,333. بالنسبة لأسماء المرشحين والأصوات اللي حصلوا عليها، السيد أبو اليزيد سيد أحمد شمس الدين، اسم الشهرة الحج سيد شمس الدين، حصل على 30,877. أيمن عبد العليم أحمد الأتربي، اسم الشهرة أيمن الأتربي، حصل على 21,156. محيي الدين فتح الله محمد القطان، اسم الشهرة محيي القطان، حصل على 22,085. محمد عبد الحميد عراوي بسطويسي، حصل على 21,679. محمد السيد عبد العزيز عبد الكريم، اسم الشهرة محمد عبد الكريم، حصل على 17,363. باسم عبد المحسن حامد حجازي، اسم الشهرة باسم حجازي، حصل على 34,047. الشحات مصطفى إبراهيم أحمد، اسم الشهرة الشحات منصور، حصل على 18,010. علاء عبد المولى أو المولى رمضان السيد، اسم الشهرة علاء حنيش، حصل على 14,947. مها يونس محمود حجازي، اسم الشهرة مها حجازي، حصلت على 3,007. رامي علي عبد الحميد عبد الحي، اسم الشهرة رامي علي عبد الحي، حصل على 7,266. محسن محمد صادق الجندي، اسم الشهرة محسن الجندي، حصل على 8,758. محمد أحمد عبيد، اسم الشهرة دكتور محمد عبيد البحيري، حصل على 12,153. فرج علي محمد السماحي، اسم الشهرة فرج السماحي، حصل على 14,065. أحمد محمد رمضان الطنطاوي، اسم الشهرة أحمد الطنطاوي، حصل على 44,802. سامي أحمد إبراهيم أحمد سعد،
اسم الشهرة سامي سعد حصل على 6837، مراد جمال محمد الأطار حصل على 29028، سامي فرحات محمد إبراهيم طلحة اسم الشهرة سامي طلحة حصل على 8783، إسلام بهي الدين يوسف بدوي اسم الشهرة إسلام بهي الدين حصل على 6522، محمود شعبان عبد الفتاح شاهين اسم الشهرة محمود شعبان حصل على 2021، أماني عزوز محمود عبد الواحد اسم الشهرة منى عزوز حصلت على 10950، عماد حمدي بسيوني الشاذلي اسم الشهرة عماد الشاذلي حصل على 5225، حسام أحمد جاد الضمراوي اسم الشهرة حسام جاد حصل على 19420، مفيد حمدي راشد راجح اسم الشهرة دكتور مفيد راجح حصل على 12809، ربيع بدير عبد المحسن محمد اسم الشهرة ربيع بدير العبد حصل على 4116، محسن عبد المنعم عبد الحميد باز اسم الشهرة محسن باز حصل على 7220، نصر الدين أحمد سيد أحمد عاصي اسم الشهرة سيد أحمد عاصي حصل على 19256، محمد علي حجازي اسم الشهرة محمد حجازي حصل على 3916، محمد رجب محمد عبيد اسم الشهرة كيبر حصل على 3293، محمد عبد الحي شلبي صحصاح اسم الشهرة السفير محمد صحصاح حصل على 2478، عماد علي حسن كامل اسم الشهرة عماد كامل حصل على 6537، السيد إبراهيم سيد إبراهيم اسم الشهرة هشام الطويلة حصل على 1679، رأفت السيد يوسف أحمد فيود اسم الشهرة كابتن رأفت فيود حصل على 16394، سلامة محمد موازي قبطان اسم الشهرة رضا حسيني قبطان حصل على 4809، محمد أحمد محمد علي الخضراوي اسم الشهرة الخضراوي 1410، ياسمين محمد أبو الفتح عبد المجيد محمد اسم الشهرة ياسمين أبو الفتح حصلت على 2817، طارق رفعت محمود طه رشوان اسم الشهرة طارق رشوان 7160، جمال حسين محمد كيوان اسم الشهرة جمال كيوان حصل على 8169، بدير عبد العزيز موسى السيد اسم الشهرة بدير عبد العزيز حصل على 6838، إيهاب خليفة محمد الحداد اسم الشهرة إيهاب الحداد حصل على 2922، مظهر محمد محمود الدميري اسم الشهرة مظهر الدميري حصل على 12044، هشام محمد عوض عبيد اسم الشهرة هشام محمد عوض عبيد حصل على 6186، حسام الدين عزت عبد الحميد يونس بدوي اسم الشهرة حسام عزت يونس حصل على 11314، وائل أبو المجد محمد أبو المجد اسم الشهرة وائل أبو المجد حصل على 16014، عمر أحمد عبد العليم دوير اسم الشهرة دكتور عمرو دوير حصل على 6024، ياسر منير عبد الجواد عبد الخالق اسم الشهرة ياسر منير حصل على 27028، خليفة عباس خليفة حامد اسم الشهرة كابتن خليفة حامد
حصل على 13,293. علي أدري علي إبراهيم اسم الشهرة علي القبلاوي حصل على 3,701. مصطفى محمود عبد الفتاح زرارة اسم الشهرة لواء مصطفى زرارة حصل على 17,664. علاء عادل عبد الباقي علي قدومة اسم الشهرة عادل قدومة حصل على 4,907. في حاجة تانية؟ وشكرا واتفضلوا بقى علشان خلاص خدتوا بياناتكم. كل سنة وانتم كل سنة وانتم.